بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في سلسلة جديدة إن شاء الله سنطلق عليها دراسات نظرية لميكانيكا الكم. كنت قد طرحتها سابقا على القناة عندي في اليوتيوب، الآن سأحاول أطرحها بصورة نظرية أكثر. وسأبدأ يعني هنا سأحاول أن أقفز على الأشياء التي أنا أعتقد أنها مفهومة لدى الطالب، مثل أشعة الجسم الأسود، مثل الظاهرة الكهروضوئية، لكن أحاول أن أبني على بعض الأشياء التي أشعر أنني لم أتحدث عنها كثيرا. هنا سأقول عن زخم الفوتون تشتت كامبتون، أو ما أعرف بالفوتون مومنتوم أند كامبتون سكاترينج، أو حيود كامبتون دعنا نقول حتى يكون أدق. هنا نؤكد على أن النجاح الكبير لفروض بلانك بوستيولت، ما يعرف بفروض بلانك لأن الطاقة كمية، عندما يأتيك مثلا هذه المعلومة يقول لك فروض بلانك، ماذا يقصد فروض بلانك؟ يقصد بأن الطاقة تنتقل من مستوى إلى آخر، من هذا المستوى الأول المستوى الثاني، تنتقل بينهما على شكل قفزة، يعني لا تمشي بالصورة خطية من هنا إلى هنا. هذا الكلام رفضوا، قال أن تكون هنا مرة واحدة تصبح في هذا المستوى الطاقة. كان فروض بلانك في شرح إشعاع الجسم الأسود والسعة الحرارية للمواد الصلبة، إذا هي بلانك فرضها كان لغاية شرح إشعاع الجسم الأسود، وأيضا السعة الحرارية thermal capacity for solid، السعة الحرارية للمواد الصلبة. طيب، دور كبير في تطوير رؤية حديثة للشعاع الكهرومغناطيسي. إذا هي استخدمت فروض بلانك بداية في شرح إشعاع الجسم الأسود والسعة الحرارية للمواد الصلبة، لكنها بعد ذلك تطورت على يد ألبرت أينشتاين في رؤية جديدة. أصبح عندي هناك نيو فيجن، أو ما يعرف بالرؤية، رؤية جديدة للشعاع الكهرومغناطيسي. طيب، يعني طورت هذه الرؤية بعد أن استخدمت مقترحاته من قبل ألبرت أينشتاين، ففسر فيها عملية انبعاث الضوء، أو انبعاث الإلكترون عفوا، عن الفلزات عند سقوط الضوء عليها. لو أردنا أن نذهب هنا نقول مثلا أنه أردنا أن نتكلم عن الطاقة في هذا الإطار، نقول بأن الطاقة أو يعني المقاربة التقليدية للطاقة هي أن الإنرجي تساوي بي تربيع سي تربيع زائد إم تربيع سي أس أربعة الكل تحت الجذر، أو القوة أس نص، والتي تساوي تقليديا لو أردنا أن نتكلم عنها ام سي تربيع، لاحظ، على واحد ناقص في على سي كل تربيع تحت الجذر. طبعا ام الكتلة الساكنة، سي سرعة الضوء في الفراغ، في سرعة الجسم، سي أيضا سرعة الضوء في الفراغ. طيب، لنفرض أن الجسم الذي نود أن نتحدث عنه هو الفوتون، والفوتون معروف عنه هو جسيم الضوء، فيكون تصبح عندي أن السي تساوي نفسها الفي هنا، لأننا استخدمنا الفوتون، لأننا يعني استخدمنا الفوتون. إذا فتصبح عندي الطاقة هنا الـ E
كما هو معلوم تساوي H نيو، أو تصبح عندي الطاقة ثابت بلانك مضروب في التردد. كل هذا الكلام عرفناه قبل ذلك. طبعا كانت سي تساوي في، وضعناها هنا الواحد ناقص وعدد على نفسه صفر، فإم على سي تربيع الإي تساوي إم على سي تربيع، إذا هي قيمة محدودة بهذه الصورة. إذا نستطيع أيضا أن نتأكد بأن الإي تساوي إتش ميو، أو صورة أخرى لها أن الإي تساوي إتش بار في أوميجا. طبعا معروف أن الإتش بار يساوي إتش على 2 باي، أوميجا تساوي 2 باي في نيو، فلو عوضت أنت كل منها ستحصل على هذه القيمة بعد ذلك. طيب نستطيع أن نؤكد بأن الأوميجا أيضا لها صورة أخرى، أن الأوميجا تساوي ك مضروبة في سي. طبعا الأوميجا قلنا أنها 2 باي نيو، الأوميجا تساوي، والكي تساوي 2 باي على لامدا، الكي العدد الموجود، A تساوي 2 باي على لامدا. تمام، ف 2 باي على لامدا، 2 باي على لامدا مضروبة في السي بهذه الصورة. طيب إذا أصبح عندنا الآن نستطيع أن نقول عن الزخم البي هو عبارة عن الطاقة على السرعة والتي تساوي بذات الوقت اتش بار على كي. اتش بار كما قلنا اتش على 2 باي، انت العوض اتش على 2 باي، ها هو كي كما قلنا 2 باي على لاندا، ستحصل على نفس القيمة والتي تساوي اتش على لاندا، وتساوي ايضا لو عوضنا في اللاندا انها عبارة عن وتساوي عفوا اتش نيو على السي. طب لو اردنا ان نعبر عن هذا الكلام بلغة الموجات، من شاء منكم فليعود إلى فيها الموجات للتحدث عن في الموجات في السلسلة الموجودة عندي على قناة اليوتيوب مكتوبة لي الطالب العلم الموجات أوميجا تي ناقص كي ال ار. طبعا هنا أحيانا تجدها إيه لرمز المجال الكهربائي S صفر أوميجا تي ناقص كي ال ار. طيب كل هذا الكلام هو عبارة عن دراسة نظرية، لكن أنا ما أود أن أوضع هنا ما تعرف الدراسة أو ما يمكن أن نطلق عليه دراسة كوانتم لهذا الموضوع. كوانتم لنفرض أنه هنا عندي أنا نفرض أنه هنا عندي فوتون مسلط، فوتون مسلط بهذه الصورة على، دعنا هنا حتى أوضح أكثر، مسلط على ماذا؟ مسلط على إلكترون، إلكترون طبعا شحنته سالبة. ما الذي يحدث هنا؟ نقول بأن لهذا بأن هنا عندي الإنرجي لهذا الفوتون هي تساوي المومنتوم الزخم مضروبة
منطقة زخم واحد مضروبة بسرعته، لأنه هو له سرعة الضوء E تساوي P واحد ضرب C. طيب ما الذي سيحدث هنا؟ سيحدث هنا يصبح عندي ما يعرف بالتشتت أو بالحيود. سيصبح عندي بهذه الصورة، أقول الفوتون سيحيد بهذه الصورة، فيصبح عندي هنا عندي P2 له زخم آخر، له زخم آخر. هنا أقول بأنه أنا عندي الآن الاختلاف من هنا إلى هنا يصبح عندي قيمته ثيتا، ويصبح الآن أيضا يكسب عندي الإلكترون بهذا الإطار. يكسب عندي الإلكترون أيضا زخما، سأطلق عليه بي الإي بهذه الصورة. إذا هذه حالة فوتون، حالة تشتت كوانتم. كوانتم يقول بأنه يعني هذا من التجارب النظرية التي دعمت فكرة أن الضوء مكون من جسيمات. عند سقوط الفوتون على الإلكترون فإنه هذا الفوتون له الفوتون أو الجسم له زخم، هذا الزخم سيدفع الإلكترون، كملت باللون الأزرق، أخذ هذا الاتجاه، بقي بهذا الشكل الموجي، واكتسب الإلكترون زخما خطيا انتشر إلى مجال آخر. هذا الكلام موجود في دراسة كومبتون الشهيرة في هذا الإطار. طيب هنا نود أن ننوه أنه هنا مثلا أنا عندي هنا لاندا، عندي لاندا واحد، وعندي لاندا اثنين هنا، لاندا اثنين لهنا، لاندا واحد إلى هنا، لاندا واحد إلى هنا. هذا كله يحدث، يعني هذا الاختلاف يحدث، الاختلاف عند ارتطام الفوتون بالجسم. هذا الفرق كان مهم جدا في عملية التطبيق، يعني كان استخدام هذا الفرق في الطول الموجي يدلنا على أنه لا بد لأن الفوتون قد اصطدم في جسم ما وعليه، فأصبح هناك تغير في الطول الموجي. هنا يصبح عندي عملية التفاعل بين الموجة، بين موجة الفوتون وبين الجسيمات. طب الدراسة النظرية التي أجراها كوانتون، دراسته الشهيرة على هذا الإطار، كانت وجد أن اللاندا 2 أن اللاندا 2 ناقص لاندا 1 تساوي، أنا سأكتب النتيجة مباشرة، تساوي 4 باي لاندا الإي ساين ثيتا على 2 تربيع. هذه هي الدراسة النظرية التي اشتغل عليها كوانتون. أيضا يعني يقال بأنه هذا كله عمله عندما كان في الباكستان، عندما كان في الهند، لم تكن باكستان قد أنشئت، هو أعتقد أنه من منشئي كريستيان كوليدج المعروف الآن في لاهور في إقليم البونجاب في الباكستان. كل هذه الدراسات أجراها هناك، وهو عالم فيزياء أمريكي كان، والأمريكيين الذين قدموا إسهامات نظرية مميزة في ميكانيكا الكم. إذا وجد أنه 4 باي لاندا الإي، لكن لاحظ هنا فقط أنا مهم عندي أن اللاندا الإي هي عبارة عن طول الموجي للإلكترون، وطول الموجي للإلكترون نظريا أيضا أعطي أنه هو عبارة عن H bar مقسومة على كتلة الإلكترون في سرعة الضوء في الفراغ. لوحظ كلها مكونة من ثوابت، لوحظ أنها تقريبا تساوي 4 ضرب 10 سالب 13 متر.
أهي. طب هذا دراسات النظرية. طبعا كان من الأمور التي أفرحت العلماء أن عملية تشتت، أن عملية القياس هنا، عفوا أن أقول عملية القياس لن تتأثر، يعني لم تتأثر بطول الموجة المسلطة، يعني طول الموجة المسلطة، طول الموجة للموجة الثانية. كان أنا هنا عندي يعني أستطيع بسهولة أن أقيس، يعني أستطيع بسهولة أن أقيس، يعني هنا وضع هو إطار عام، وضع إطار عام، الطول الموجي للإلكترون، الطول الموجي للإلكترون، يعني أستطيع أن أستغني عن قياس كل منهما، دراسة طول موجي الإلكترون، ومن معرفة قيمة الزاوية، هذه الزاوية تحدث الفرق اللي تحدثت عنها أنا في الرسم في الأعلى، ها هي الزاوية، هذه الزاوية المهمة التي تحصل هذا الموضوع. يعني لو أردنا نحن هنا أن نأخذ مثالا نظريا، دعونا نقول أننا يوجد عندنا عملية دراسة، عملية دراسة يوجد عندي أنا هنا إلكترون، لأن هنا عندي إلكترون سلط عليه طول موجي، يعني فوتون ذو طول موجي، كم كان الفوتون يحمل طول موجي؟ دعنا نقول أن اللاندا تساوي 1 مايكرومتر، فأحدث عندي أنا فرق في المسار ثيتا، كانت تساوي ماذا؟ كانت تساوي باي، لنفرض أن أحدث فرق مقدار الباي. طب ماذا نستطيع أن نعمل؟ كيف نستطيع أن نقيس؟ نقول في هذا الإطار نستخدم المعادلة التي تحدثنا عنها في الأعلى، نقول بأن اللاندا 2 ناقص اللاندا 1 يساوي 4 باي لاندا الاي ساين تربيع ثيتا على 2 ساين تربيع باي، أصبحت عندي باي على 2، يعني باي 180 ساين 90 1. لو أنت عوضت الآن، يعني هذا كله قيمته تساوي 1، 4 باي ضرب، يعني هنا نستطيع نقول أن القيمة 4 باي ضرب 4، بما أن اللاندا الإي ثابتة، ضرب 4 وش سالب 13، كم سيعطيني تقريبا هنا، يعني كم سيعطيني 5 ضرب 10 وش سالب 12 متر. خمسة ضرب 10 سالب 12 متر، يعني بهذا الإطار، يعني 5 ضرب 10 سالب 12 سيكون الفرق في الطول الموجي هو فرق صغير جدا، طب هذا الفرق من الصعب جدا عملية قياسه، يعني لو أردنا أن نقيسه، لاحظ هنا، لو أردنا أن نقيسه نقول أن الدلتا اللاندا على اللاندا، دلتا اللاندا كانت 5 ضرب 10 والسالب 12 متر، اللاندا قيل لي أنها 1 ضرب 10 والسالب 6، إذا سيعطيني أن دلتا اللاندا 5 ضرب 10 والسالب 6، وهي قيمة صغيرة جدا، يعني التغير، يعني هو التغير صغير جدا ومن الصعب جدا أن نميزه. لكن لو أعدنا التجربة نفسها، لو أعدنا نفس التجربة باستخدام شعاع أشعة سينية، قلنا أن هنا عندي إي، قلنا أن هنا عندي فوتون، لكن عندي هنا اللاندا كانت تساوي 1 أنجستروم،
طيب سيصبح أنا عندي تشتت بهذا الاتجاه، ولكن أيضا أنا هنا عندي لاحظ عندي باي القيمة، لكن لاحظ استخدامنا للطول الموجي يساوي 1 أنجستروم ماذا سيولد عندي؟ إحنا الحسبة لاندا 2 ناقص لاندا 1 قلنا بأنه هي مسلطة على الإلكترون، يعني لاحظوا الإلكترون أصبح الذي يؤثر، يعني إحنا قلنا أنه تساوي 4 باي لاندا، 4 باي لاندا، لاندا الإي طبعا ساين الباي على 2 تربيع بهذه الصورة. إذا هنا هذين الميزة أن الطول موجي الإلكترون، الإلكترون هو الثابت، فتصبح العملية أسهل عند دراستها في الضوء، بالذات في دراسة المواد في هذه الدراسات العملية جد أسهل. هذا كله ثابت، كم عندما حسبناه كان عندي 5 ضرب 10 سالب 12 متر، لكن لأننا استخدمنا لاندا قيمتها 1 أنجستروم، فيصبح عندي الآن قيمة الدلتا اللاندا على اللاندا، فتصبح 5 ضرب 10 أس سالب 12 على 1 ضرب 10 أس سالب 10. لاحظ العملية كم أصبحت، 5 ضرب 10 أس سالب 2، ومنها 5 ضرب 10 أس سالب 2. تصبح العملية سهلة جدا، أو عملية استكشافها أو استخدام الأجهزة الحديثة في عملية القياس تصبح عملية جد سهلة مقارنة في عندما استخدمنا 5 ضرب 10 سالب 6. هذه العملية تجعل عملية القياس أسهل عندما استخدمنا إكس راي. واحد استخدامنا الإكس راي أسهل، بجعل العملية أو بجعل العملية جد أسهل. أرجو في النهاية أن يكون في ذوق قد أفادكم. لا تبخل بعمل الشير واللايك، اشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.